حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، مواطن في لحج ينجح بزراعة أول شجرة هيل في بلاده. في الصحافة الفرنسية، جنرال إيراني يقود 400 من مقاتلي وخبراء الحرس الثوري ويعيشون في اليمن. وفي أخبارنا المنوعة، ما الذي بحث عنه العرب في جوجل خلال 2019؟ أهلا بكم. قالت نشرة مخابراتية فرنسية إن جنرالاً إيرانياً و400 من المقاتلين والخبراء الإيرانيين موجودون في اليمن لتقديم الدعم والمساندة لجماعة الحوثي المسلحة. ويعنون موقع يمن مونيتور الذي ترجم ونشر جزءاً من التقرير بعنوان سليماني صنعاء، جنرال إيراني يقود 400 من مقاتلي وخبراء الحرس الثوري في اليمن. ونقلت انتليجنس أونلاين عن مصادرها في المخابرات الغربية أن رضا شلاهي يتولى قيادة نحو 400 مقاتل من وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني. وأكدت النشرة الفرنسية أن هناك عشرات الخبراء من حزب الله اللبناني تم إرسالهم إلى اليمن للمساندة. وقالت النشرة إن المسؤولين في المخابرات الغربية يطلقون على رضا شلاهي لقب سليماني صنعاء في إشارة إلى الجنرال الإيراني البارز قائد قوة قدس قاسم سليماني. وشلاهي من مواليد مدينة شيراز الإيرانية، ويعتبر من أبرز قيادات الحرس الثوري الإيراني المتهمين بمحاولات اغتيال، من بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير. ومطلع ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن جائزة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي الموجود في صنعاء. اعتزال العمل السياسي ثقافة لا يعرفها الحزبيون والساسة العرب. تحت هذا العنوان كتب محمد خروب مقاله المنشور في صحيفة الرأي مضيفا: لا عجب ولا غرابة أن يعيش واحدنا عقودا طويلة وهو يسمع ويرى الأسماء ذاتها تتداول فيما بينها سلطة ومناصب عديمة الفعل ومنعدمة الأثر الشعبي. ومظاهرة العزوف الجماهيري الواسع عن العمل الحزبي حتى في أعرق الدول العربية حرية في العمل الحزبي والسياسي والإعلامي، إضافة إلى عامل الوراثة الذي تكرس حزبيا ما أفضى إلى تكلس النشاط الحزبي وعدم تجديد دمائه. تبرز في الأثناء ظاهرة جديدة هذه المرة جاءتنا من المغرب العربي بإعلان عدد ولو ضئيل من الساسة وقادة الأحزاب اعتزالهم العمل السياسي، أولهم الشيخ عبد الفتاح مورو نائب زعيم حركة النهضة، والشيخ راشد الغنوشي، حيث الأخير يرأس مجلس نواب الشعب التونسي. وكان مورو مرشحا رئاسيا لم يستطع الوصول إلى الدورة الثانية التي أفضت إلى وصول رجل القانون الوطني والعروبي قيس سعيد، معلنا مورو أنه اتجه إلى العمل الاجتماعي والتطوعي إضافة إلى مهنته كمحام. تبعه في الاعتزال رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي الذي جاء إلى منصبه بعد صفقة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، ثم ها هو معتزل آخر من الجزائر ملأ الفضاء الجزائري وشغل الناس فترة طويلة في عهد بوتفليقة عندما ترشح ضده في انتخابات رئاسية بعد أن كان رئيسا لحكومته قبل ذلك، ولاحقا بعد تنحي بوتفليقة عندما تنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، لكنه أخفق فأعلن اعتزاله السياسة وترك لمجاهدي حزب طلائع الحريات قيادة الحزب بالطريقة التي يتوافقون عليها. لا داعي بالطبع للحديث عن سلوكيات قادة أحزاب أوروبية غربية وأخرى آسيوية وبعض إفريقية عندما يتحملون نتائج ما تسفر عنه صناديق الاقتراع ويذهبون إلى بيوتهم. أما عند عرب اليوم وخصوصاً مشرقهم فالأمور سلطوياً وحزبياً لا تبشر بالخير ولا تدعو للتفاؤل. شنت جماعة الحوثي في صنعاء حملة تفتيش ومداهمة على متاجر الملابس، وصدرت كمية من البلطوهات النسائية بدعوى مخالفتها للذوق العام. وعنون موقع الحرف 28: الحوثيون يحرقون البلطوهات النسائية في صنعاء بدعوى تأخير النصر. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الحوثيين يحرقون الملابس وسط الشوارع العامة بعد أن صادروها من متاجر بشارع هائل وسط صنعاء. وفق ناشطين، فإن ميليشيا الحوثي بررت الحملة بأن ربطات الخصر تثير الفتنة وسبب تأخير النصر، ولا ينبغي أن ترتديها النساء كونها تخالف الذوق العام. وأثارت الحملة التي دشنها الحوثيون استياء وسخرية
الحرية في أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت قبل أشهر تعميما بشأن ملابس النساء والطالبات في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وتوعدت بالعقاب لمن يخالف تلك التعليمات أو يتساهل في تنفيذها. وعلق أحد المواطنين بالقول: خدعونا من الموت لأمريكا إلى إحراق البلطوهات في شارع هائل. تجربة مهمة قد تغير من الزراعة في محافظة لحج، قام بها مواطن وعنون موقع المشاهد نت: لحج مزارع ينجح في زراعة شجرة الهيل لأول مرة في اليمن. حيث قام أحد المزارعين في منطقة القريشي بمديرية تبن بمحافظة لحج جنوب اليمن ولأول مرة في اليمن بزراعة شجرة الهيل. وقال المزارع عبد محمد منصور للمشاهد إنه قبل عامين وبعد حصوله على غرسة من أحد رجال الأعمال في دولة الكويت قام بالتجربة ولم يكن يتوقع نجاحها. وأكد منصور أن شجرة الهيل وبعد سنتين من المتابعة والاهتمام بدأت ثمارها تظهر، لافتا إلى أنه سوف يوسع من زراعتها في مزارع. وطالب منصور الجهات المختصة توفير الإمكانات اللازمة للمزارعين في وادي تبن لاستمرار توسع زراعة الهيل لما له من مردود اقتصادي كبير. من جهته أبدى مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة لحج المهندس عبد الملك النسيري إعجابه بنجاح تجربة المزارع منصور في إدخال زراعة الهيل لأول مرة في المحافظة. وأشار النسيري إلى أن النتائج كانت حسب وصفه مبهرة ومشجعة وناجحة، كون تربة وادي تبن مركزة ومتغيرة المناخ بحكم أن الوادي على مجرى سيول تحمل تربة متجددة طوال العام إضافة لوجود الماء وهي عوامل مناسبة لزراعة الهيل، داعيا المزارعين في وادي تبن إلى زراعة الهيل. وتنحصر زراعة الهيل في مناطق جنوب وغرب الهند، كما أنه ينمو بريا في الغابات الهندية الرطبة الخصبة ويحتاج إلى تربة غنية مليئة بالمواد العضوية اللازمة لنموه، ويصل سعر كيلو واحد منه إلى ما يقارب $15. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة يكتب في القدس العربية عن شرط السلام في فلسطين وأضاف: الصورة تزداد وضوحا حول طبيعة الصراع العربي الصهيوني، فلا استقرار للصهيونية طالما تقتات على سرقة وطن الفلسطينيين ومقابرهم وقراهم وأرضهم، ولا استقرار في ظل الظلم وسفك الدماء. ما لا تفهمه الصهيونية بأن كل وضع لا يؤمن حقوق الفلسطينيين التاريخية ولا تتضمن حقهم بالأرض والمكان والعودة سيبقي الدولة اليهودية في حالة استنزاف. حق الشعب الفلسطيني بأرضه لا يعني طرد سكان اليهود الإسرائيليين من المكان والجغرافيا، لكنه يعني بنفس الوقت تخلي هذه المجموعة عن الصهيونية بصفتها آلية للتوسع العسكري ولإقصاء سكان البلاد الأصليين والتحكم بهم. بعد أكثر من قرن على خروج الحكم الإسلامي العثماني من فلسطين وسقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد أكثر من 70 عاماً على قيام دولة إسرائيل، لا مكان لدولة يهودية معتدية على ما هو ليس لها. الصورة تزداد وضوحاً حول طبيعة الصراع العربي الصهيوني، فلا استقرار للصهيونية طالما تقتات على سرقة وطن الفلسطينيين ومقابرهم وقراهم وأرضهم، ولا استقرار في ظل الظلم وسفك الدماء. ما لا تفهمه الصهيونية بأن كل وضع لا يؤمن حقوق الفلسطينيين التاريخية ولا تتضمن حقهم بالأرض والمكان والعودة سيبقي الدولة اليهودية في حالة استنزاف. حق الشعب الفلسطيني بأرضه لا يعني طرد سكان اليهود الإسرائيليين من المكان والجغرافيا، لكنه يعني بنفس الوقت تخلي هذه المجموعة عن الصهيونية بصفتها آلية للتوسع العسكري ولإقصاء سكان البلاد الأصليين والتحكم بهم. بعد أكثر من قرن على خروج الحكم الإسلامي العثماني من فلسطين وسقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد أكثر من 70 عاماً على قيام دولة إسرائيل، لا مكان لدولة يهودية معتدية على ما هو ليس لها. المنطقي في الإطار النهائي والحل الإنساني والسياسي لهذا الصراع هو لدولة تساوي بين جميع مواطنيها دون النظر أكان هذا المواطن من الديانة اليهودية أم من الديانة الإسلامية والمسيحية. إن استمرار إسرائيل دولة مقتصرة على اليهود كما يؤكد قانون القومية اليهودية التي أقرته إسرائيل، بينما سلطتها الاستعمارية المباشرة تتحكم 6 ملايين فلسطيني، لا يمكن أن ينتهي سوى بتنازل إسرائيل عن يهودية الدولة. كيف تكون إسرائيل دولة لليهود فقط وأكثر من نصف السكان هم
من العرب والفلسطينيين. وبالطبع لو فتح باب حق العودة للفلسطينيين فإن معظم سكان الدولة المسماة اليوم يهودية هم من الفلسطينيين العرب. أكثر من عام مر على اتفاق ينص على تبادل الأسرى بين ميليشيا الحوثي والقوات الشرعية، إلا أنه لا شيء تحقق. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، مسؤول يمني، غياب ضغط المجتمع الدولي دفع لتعطيل ملف الأسرى. وقالت الصحيفة إنه بعد مرور نحو عام على أول اجتماع مباشر بالعاصمة الأردنية عمان في منتصف يناير من العام الحالي بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين ومن تم إخفاؤهم قسرا، ما زال الملف يراوح مكانه. واستغلت الميليشيات الإنقلابية وفق مسؤولين في الحكومة اليمنية هذه الفترة التي تجاوزت 11 شهرا تارة في تقديم الحجج وتارة أخرى تعترض على ما جرى التوصل إليه من اتفاق في آليات وبعض بنوده. وقال هادي هيج رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية في اتصال مع الشرق الأوسط إن غياب المجتمع الدولي وعدم وجود ضغوط مباشرة على الطرف الآخر دفعه لتعطيل الملف، خصوصا أن كل ما يطرح من جانب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لا يخرج عن كونه دعوات يمكن قبولها أو رفضها. وقالت الصحيفة إن ميليشيا الحوثي تتراجع بعد التوقيع على الاتفاق لأنه غير ملزم ومشروط، ويبدو أن الملفات الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها بين الشرعية والميليشيات الإنقلابية تراوح في مكانها. فحتى الآن لم تنسحب الميليشيات من الحديدة وموانئها ولم تنفذ بند فك الحصار عن مدينة تعز. وفي الجانب الإنساني الذي يشغل اليمنيين ملف الأسرى لم ينفذ مما جرى التوقيع عليه أي بند. الإرادة الشعبية وتحديات المستقبل، تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله في العربي الجديد مضيفا: شهد العام 2019 حراكا شعبيا واسع النطاق في السودان والجزائر والعراق ولبنان. اتسم ذلك الحراك بعدة سمات رئيسية، أبرزها أنه حراك سلمي يستند إلى إرادة شعبية واعية، والسمة الثانية الإصرار والاستمرارية، والثالثة الخصوصية، بمعنى أن الجماهير في كل بلد رفعت شعارات تعبر عن مطالبها بشكل محدد، وتجنبت التعميم الذي كان سمة ثورات الربيع العربي في العام 2011. فالجماهير في السودان طالبت بالحرية والعدل والسلام، بينما تركزت مطالب الحراك في الجزائر في رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل رموز النظام ومحاربة الفساد. وفي لبنان كانت المطالب محددة في رحيل الطبقة السياسية بمختلف انتماءاتها وتشكيل حكومة محايدة تجري انتخابات برلمانية مبكرة في ظل قانون انتخابي جديد يتجنب الطائفية. أما العراق فقد تميز الحراك الشعبي السلمي فيه ولأول مرة منذ الغزو الأمريكي بأنه اتخذ صبغة وطنية خالصة بعيدا عن الطائفية المذهبية التي كانت سائدة. تلك أهم سمات الحراك المعبر عن إرادة شعوب تلك الدول الأربع، وأهم ما يميزه عن حراك شعوب دول الربيع العربي في العام 2011 الإصرار على السلمية في كل الظروف والاستمرارية وعدم القبول بالحلول الجزئية المؤقتة. ولأن الحراك لا يزال مستمرا ولأنه لم يصل في أي من البلدان العربية الأربع إلى منتهاه وتبينت المسارات وردود الأفعال في كل حالة، علينا أن نتوقف أمام كل حالة في محاولة لاستكشاف أبعاد المستقبل واحتمالات مآلات ذلك الحراك الممتد. في مواجهة إرادات الشعوب كانت هناك إرادات النظم القائمة بكل مقوماتها المتشابكة من عناصر الدولة العميقة وشبكات المصالح، والأهم القابضون على مفاصل الدولة سواء بالقوة المسلحة أو بالقوى القبلية والطائفية، وهي تختلف من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف هو السبب في تباين المسارات في كل حالة وما وصلت إليه. كحال كثير من مسلمي الهند أتساءل الآن عما يخبئه لنا المستقبل. هل سأحرم من فرص عملي بسبب ديني؟ هل سأطرد من منزلي؟ هل سيسحلني جموع الناس في الشوارع؟ هل سينتهي كل هذا الخوف؟ قالت لي والدتي كوني صبورة، وذلك بعد ليلة من العنف في جامعة المالية الإسلامية في العاصمة الهندية نيودلهي.
هذه أفكار فتاة مسلمة في الهند وفقا لتقرير البي بي سي بعنوان مسلمو الهند الجديدة سيصبحون مواطنين من الدرجة الثانية. ففي الهند تعرض الطلاب للضرب وللغاز المسيل للدموع في أماكن مثل المكتبات والحمامات، وروعوا بكل وسيلة ممكنة لوقف الاحتجاجات ضد قانون جديد في البلاد ينص هذا القانون على منح الجنسية لمواطنين مضطهدين ينتمون لست أقليات دينية، الإسلام ليس من ضمنها إن جاءوا من بنغلاديش أو باكستان أو أفغانستان. وقالت البي بي سي إن مشروع قانون في الهند يسمح بتجنيد أقليات غير مسلمة استبعد المسلمين عمدا، وكان هذا التمييز القانوني ضدهم هو محرك احتجاجات الطلاب. طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المحتجين ضد قانون الجنسية بالهدوء، وقال هذا وقت الحفاظ على السلام والوحدة والإخاء. وقبلها بيوم قال أمام الآلاف من الأشخاص وعشرات الكاميرات يمكن مشاهدة الأشخاص الذين يضرمون النار في الممتلكات على شاشات التلفزيون، ويمكن التعرف عليهم من الملابس التي يرتدونها. وتنقل البي بي سي عن فتاة هندية قولها: هذه ليست الهند الشاملة لجميع الأطياف التي نشأت فيها، إننا نستحق ما هو أفضل من هذا، نحن 200 مليون مسلم في الهند الجديدة. بفضل بيانات جوجل ترند بات من الممكن التعرف على المواضيع التي تصدرت محرك البحث الشهير جوجل في أي مكان من العالم. فماذا عن العالم العربي؟ وما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب على جوجل لعام 2019؟ وعنوان الدي دبليو هذا أكثر ما بحث عنه الناس في العالم العربي على جوجل عام 2019. في شمال أفريقيا والمغرب بالتحديد تصدر كأس أفريقيا للأمم قائمة البحث في جوجل متبوعا بموقع لعبة فري فاير. وفي الجزائر جاءت نتائج شهادة التعليم الابتدائي هي الأولى، وكأس أفريقيا للأمم في المرتبة الثانية، وتيك توك الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية في المرتبة الثالثة. أما في مصر قام الكثيرون بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة، بعدها عن موقع تذكرتي، وتبعهما البحث عن الممثلة منى فاروق وأغنية مافيا لمحمد رمضان. في دول عربية آسيوية قام الكثيرون في السعودية بالبحث عن منصة أبشر توظيف التي تقدم قائمة بالوظائف المتاحة في السعودية. أما الإمارات فاهتماماتها اتجهت صوب الدوري الهندي الممتاز للكريكت وبطولة العالم للكريكت. العراق شغل البحث فيه نتائج السادس الابتدائي ونتائج الثالث المتوسط. أما في سوريا تصدر المسلسلان دقيقة صمت والهيبة قائمة البحث. وفي لبنان اهتم أكثر الباحثين بلعبة ببجي. أبرز الصور كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة اليوم. يمتلك الكاريكاتير قدرة كبيرة على السخرية وممارسة النقد وإبداء الآراء السياسية والنقد الاجتماعي. مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها اليوم نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.